شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بحلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب شرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصعب فوح يا ريحة سلم أحباب القلب يا مال الشام يلا حبيبتي الله يرضى عليك تأخرنا لازم نروح على بكير لنلاقي محل لأنه كل أهل الشام معزومين على هالعرس جيت هذا شحن يلا حبيبتي يلا بيني وبينك مالي مصدقه انت اشوفها مصموده على الاسكت تقبري قلبي شو الطوق اللي لابستي هذا طوقي ايه بعرف طوقك بس هذا انتيكا ومخرج هيك على راس ايه بس انا بحبه ايه تقبريني بس هلا بالعرس في ناس كتير وكله لابس الغالي والنفيس من الذهب انت تروحي عم بتلقي بهالطوق الانتيكا فولو أنا بحبه كثير يا حبيبتي شو رأيك تلبسي الطوق اللي جاب لك يا عمي؟ يعني منا هيك حلو كثير وأوجه قدام الخلايا هيك قلتي؟ إيه معلوم
لأنه هلأ بالعرس في كتير ناس من كل الملل والأجناس. يلا يا خالتي يلا غيري. لعيونك حبيبتي أنت، بس لا تتأخري خالتي. إيه لأنه مننمر بطريقنا لعند خالتك أم حسين، ناخدها معنا. تفضلي تفضلي. الله يزيد فضلك يا ست ماري. دخيلك يا فاطمة خانم، دخيلك. ما تواخذيني لأني نطرتك. إيه ولا يهمك ست ماري. يوم يخزي العين على هالعرس اللي عم يحكوا عنه كل أهل الشام من كبيرهم لصغيرهم. إيه والله يا ست ماري، أهل الشام هالأيام ما لهم حديث غير هالعرس. تعرفي ما ضل حرمة بالشام إلا ما فصلت عندي من شان هالعرس. صحيح ذكرتيني، قال عم بيقولوا البنت اللي كانت تشتغل عندك هي العروس. إيه نعم، بيني وبينك بنت وبنت، يعني حلاوة وترباية وفهم وركازة. ومنين وصل هالكولونيل لهالبنت وترك كل الدنيا كرمالة مثل ما عم بيقولوا بالشام؟ يو مو أبوها كان أسير عنده. أيوة امشي أخي امشي. جودوا بالوصال يا أهل الجوطان، كيف تكون الحال في وصالكم؟ الله 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 ربي عوني وحسبي لا لي سواه. سالت ليلى مني العقل، سالت ليلى مني العقل. قلت يا ليلى ارحمي القتلى. جودوا بالوصال يا من اجروطان، كيف يكون الحال في وصالكم؟ الله 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 ربي عوني وحسبي لا لي سواه. بلا صالحة والله بخجل. لك ليش بتخجلي؟ لعب ولا حرام؟ بعدين امي بدها تشوف فتلتك. يلا
عن جد امك تشوفها ثلثي؟ ايه عن جد لك انا عم مزح. يلا قومي يلا خالتي قومي فرجيهم في ثلثك قومي يلا يلا تقبريني يلا اسم الله قمر يا ما شاء الله عليك يا قمر يا قمرنا يا منور من قدك قدك ميز ميز قدك قدك ميز يا سما المر الليلة 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 فرحك يا عرسنا الليلة 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 فرحك يا عرسنا الليلة يا الفرح لنا كن آمر بالصلاة منفذ لي أمر الله كن آمر بالصلاة منفذ لي أمر الله كن آمر بالصلاة منفذ لي أمر الله يدرى تحت اي ظرف من الظروف اني رجعت على الشام. صار ابن عباس
وسرك مبير وعلي ما علي لقفت لك حواري الشام حارة حارة وأنا بذات نفسي للاقي لك أهل البلد. أنا داخلي من هالسيرة وطاوعتك على الأساس في حال التقوا أهل البنت التقوا، وإذا ما التقوا أنا يا برجع على حلب يا راح أجي من الشام كلياتها. استغفر الله العظيم. خلصنا أبو العباس، استهدي بالرحمن، استهدي بالرحمن وإن شاء الله ما بيصير لك الخير. لا إله إلا الله.
الدكتور اللي كان ممكن يحطك بالسجن طول العمر، بس من حبي الكبير لك خبيته. قلت رح لبسك يا روح حبسك بقلبي طول العمر. طوق يا خالتي طوق. يو شو بكي خالتي؟ شو صار لك؟ طوق يا خالتي طوق. لك شو صار لك؟ لا تفضحينا. قومي يا خالتي قومي قبل ما حدا يشتري علينا. قومي قومي شو بكي؟ يلا معلش. لمريم إيه؟ هو نفس الطوق اللي انا عندي يا خنطق منطق. يو شو عم تقولي لك بنتي؟ حتى صالحه اختها لمريم إيه؟ لابسه نفسه برقبتها. انت متاكده انه الطوق اللي عندك نفس الطوق هذاك اللي شفتيه؟ لك متاكده؟ لكن شو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وين طوقك هلا؟ بالغرفه. روحي تقبريني هاتي وتعي لهون. اعوذ بالله. شو هالقصه الغريبه العجيبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا لطيف شوفي يا ربي شوفي. هذا الطوق نفسه ذاته، نفس السلسلة ونفس الخرزة. ايوه مزبوط يا خالتي مزبوط. شو تفسيره لهذا الحكي خالتي؟ حكي لي مشان الله احكي. هدي حالك تقبريني وخلينا نفهم شو القصة. مو بايدي مو بإيدي خالتي مو بإيدي. ما بعرف ليش قلبي عم بيقول لي إنه في شيء ورا هالطوق، في سر ورا هي القصة. مشان الله يا خالتي لازم نعرف. أنت بس هدي لي حالك، استهدي بالرحمة. لو سألين مريم أو صالحة عن قصة هذا الطوق كنا أكيد فهمنا شو في. بس أنت الله يصلحك ليش شديتيني وطلعتيني عمل وجهي من البيت؟ وحدي الله لك بنتي واستهدي بالرحمة. أنا رح فوت لعند عمك أبو حسان شوي وأنت روحي غيري لي أواعي ورجعي لنقعد مع بعض لنفكر كيف بدنا نحل هاللغز. يلا حبيبتي يلا. لك شو يلي عم بيصير يا أهل الله؟ شو اللي عم بيصير؟ لك مزبوط طوق مال الشام بيشبه طوق مريم وطوق صالحة خنطق منطق. لك وي اللي بحط القعد بالكف اني حضراني اغلب اعراس الشام وشايفة صيغ الحريم حرمة حرمة وصبية صبية وعروس عروس، بس ما شفت مثل هالطوق تاتي على مر ايامي وسنيني. يا الله لك شو تفسير هالشي يا محسن؟ معقول تكون مال الشام بتخص مريم وصالحة بقصة أطوار؟ بس اللي بعرفه مال الشام أصلها من حلب. أنا ما عاد فيني أعلم منه ولازم شوف حمزة وإشرح له السير. لازم عباس انت خليك هون بالمالكاني كم يوم وانا بصير بخبرك كل شيء عم يصير بالحارب. اسمع شو بدي لك، ما بدي باي حال من الاحوال حدا يدرى اني بالشام. يا طلال لعيونك ابو العباس ولو ولا تطول علي. بعيونك بدك ضل معك هون؟ لا لا اروح شق على الميمه واطمن عليها وبكره الصبح بترجع. ايه بامرك. يلا السلام عليكم. مهونه
ممكن أسألك سؤال؟ طبعاً. كيف وصلت إليك؟ هدول العناصر اللي عندي هن جابوا لي الطوق. قد كنتي انت وصالحة تعملوا هدول العمليات؟ عن جد؟ طبعا. وانا اللي امرت بالجائزة المادية اللي بيجيب لي حدا منكم. وشو اللي خلاك ما تكمشني بعد ما صار الطوق معك؟ حبي واعجابي. بصراحة انا حبيتك من اول مرة شفتك فيها بمكتبي. صراحة أنا أول مرة شفتك فيها كرهتك كثير وحسيتك لئيم، بس بعدين شوي شوي صرت حس إنه وراء قسوتك وجبروتك في شخص ودود ونبيل كثير، ويوم ورا يوم صار يزداد إعجابي بشخصك الكريم أكثر وأكثر. أنا كان كل همي إنه أتقرب منك أكثر. شكراً كثير على كل شيء عملته لإلي ولأبي ولبلدي. مريم، أنا اللي بدي أشكرك لأنك غيرتي حياتي. الله يقدرني أسعدك كل العمر. خالتي، قام الله قال لي شو بدنا نعمل؟ حاكم أنا لا رح يجيني لا نوم ولا عمت. لك يا بنتي هدي حالك، هالقصة ما بيحلها غير عمك حمزة. عمي حمزة؟ قولي على قامتي، ليش عمي حمزة سائل علينا من يوم يوم وتاركنا؟ أنا هلأ رايحة لأسأل عنه معارفه وأصحابه، بس أنتي اهدي واركني. بوس إيدك لا تطولي. لا يا أمي، مشوار الطريق روح رجع، بس أنتي تمسكي بالمعوزات لبين ما أرجع. إيه؟ مسكي هذا الطوق. يلا السلام عليكم خالتي. لا تطولي خالتي. لا يا تقبريني ما رح طول. لازم شوف طلال، يعني لازم شوف. بس يا خالتي بحسان اكيد بيكون طلال مع المعلم حمزه بحلب. معلش ولو كان، دق الباب على اهله بنسالهم اكيد بيعرفوا عنوانه. طيب امرك خالتي امرك. يلا. مين؟ انا صبوحي. صبوحي شو جاي مقيله؟ ومين معه؟ معي خالتي محسان. اهلين خالتي محسان، خير؟ تاريك انت هون وصبوحي عم بيقول لي انك انت بحلب مع حمزه؟ ايه خالتي، هو انا كنت بحلب بس رجعت الليله. طيب وحمزه ليش ما رجع معك من حلب؟ خير خالتي محسان، احكي لي في شيء؟ ايه عاوزته لحمزه ضروري ضروري. خالتي حمزه بحلب عنده شغله بيقضيها وبيلحقني بعدين. لا، من هاللحظه بتنزل لحلب وبتجيبه، عم تفهم؟ لانه اللي صاير ما بيتحمل الانتظار بنوب بنوب. طيب خالتي بالأول فهميني شو صاير، لأنه شغلتي لي بالي كتير. أنا لازم شوفه وأحكي له إله بالذات، لأنه القصة فيها حياة أو موت لك ابني. طيب خالتي شرفي لنقعد جوا ونحكي بيني وبيني. لك يا ابني ما راح يجيني عود، الله يرضى عليك، فوت غير أواعيك. يلا قوامت بسرعة، من هاللحظة لازم تروح تجيب حمزة من حلب. يلا صبوحي روح أنت على البيت. روح إذا بدك بروح معك على حلب. لا خلصنا لك صبوحي، روح على البيت، إذا عتزت شي بخبرك. روح أمرك. يلا خالتي رح غير اوعي واطلع لعندي. يلا بس خفها شوي الله يرضى عليك. يلا ايه بامرك. يا رب يا رب. ابو العباس جاي ومعي خالتك ام حسان. هيك اتفقنا انا وياك. لا خلصني هلا بحكي لك بعدين. اهلي خالتي. اهلي خالتي. هذا انت هون والدنيا قايمه وقاعده بغيابك. ليش خير شو صاير خالتي؟ شو في؟ نحن اليوم وصلنا من حلب. وصلت من حلب وجيت على المالكانه، قول لاطمن على خالتي شو صاير فيها بغيابك. لا خالتي احكي لي شو في. ايه انا يلا ليك. خالتي احكي شلشتيني. ها خليني اقعد بالاول وبعدين بحكي لك. شرفي. أهلي وسهلي خالتي. الله يسلمك. وهي عدي.
كنا أنا ومالي الشام اليوم عم نحضر عرس بنت أبو طالب. أبو طالب ما غيره؟ إيه أبو طالب ما غيره صاحبك. بس السيرة خالتي مو هون. لكن وين؟ بالعرس يا خالتي. صار شي ما بيفوت الأهل بنوب بنوب بنوب. شلشتيني خالتي، احكي لي. خالتي مال الشام هي شافت برقبة العروس طوق، تقول خنطق منطق بيشبه الطوق اللي كانت لابسته وقت اللي اجت لعندكن وهي صغيرة. ايوه. وصارت مال الشام بدها تعرف شو سر الشبه بين الطوقين. علي الحلاج جننتيني خالتي، ما عم بفهم عليكي، شو قصدك؟ ها ها ها، معناته لازم يكون في صلة بين بيت أبو طالب وبين مال الشام. صلة شو؟ الطوقين اللي عم نحكي عنهم مالهم شبيه بكل الشام، ولازم يكون ورا الشبه في لغز. خالتي أنا ما عاد فهمت شي. أنا عم بقول يا خالتي يمكن تكون مال الشام بنته لأبو طالب. بنت أبو طالب؟ إيه. أعوذ بالله خالتي، شو عم تحكي أنت؟ كنا درينا بهالشي من زمان. ومنين بدك تدرى بقى؟ خالتي أنا طاش حجري. ها هدي لي حالك وخلينا نعرف إذا كان أبو طالب عنده بنت ثالثة أو لا غير مريم وصالحة، وساعتها بينفك اللغز. خالتي والله ما أنا راكبة، ما أنا راكبة منو؟ مال الشام على قول أخي عباس الله يرحمه بنت تاجر حلبي، شلون بدها تكون بنته لأبو طالب؟ من شغلة الأطواق لخالتي باينة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مع السيرة، معقولة مال الشام تكون بنته لأبو طالب؟ خير يا رب. شو هالشي المستعجل اللي بخلي خالتي أم حسان تلطش ملطشة على حمزة لقوا بنصاص الليالي؟ لك إيه هو من غير شي جاي الدنيا موس عنده وماله طايق حاله بعد ما رجع فايد الرجال. خالتي بنطلع الضو بتروحي لي على بيت أبو طالب وبتخمي لي الجو من تحت لتحت، بتشوفي لي أبو طالب كاين عنده شي بنت ضايعة مفقودة، يعني شوفي لي شو السيرة. خلص خالتي لا تاكل هم من هالناحية أبدا، أنا رح أتصرف. وبتبلغيني شو بيصير معك على الحارة خالتي الله يرضى عليكي، لأنه عقلي رح يسحل من محله. آخ يا خالتي وآخ، وأنا كمان بدي أعرف شو السيرة. لك بدي أعرف شو سر الشبه. ما بدي وصيك يا خالتي ما بتجيبي السيرة قدام مال الشام بنوب بنوب لبين ما نشوف شو الموضوع وتبين معنى السيرة. لا توصي حريص لك خالتي، لا توصي حريص. عمي أبو العباس شرف، هي أحلى كاستين شاي على الحطب. بلا هالشاي خالتي. لا يا خالتي بعد ما تعذبت فيه. طلال الله يرضى عليك، بتوصل خالتي محسان على الحارة وبترجع لعندي مثل الطير الطاير. دقيقة شوي، صاير شي احكولي والله وغوشتولي قلبي. بعدين طلال، بعدين بحكي لك. أمرك أبو العباس. شرفي خالتي شرفي. خاطرك خالتي. هون يا خالتي. الله معكم. الله يسلمك. ويا بنو رجعنا على الحرم. إن شاء الله بيكون بالشام نشرح له السيرة عسى يلاقي لها دوبارة. ما رح يجيني صبر لبكرة، وهذا غير إنه يا خوفي عمي ما يوفي بمواعيده مثل العادة. لا بكرة بإذن الله بده يكون هون، لأنه أنا بعتت شاب من معارفه لحلب ما بيرجع إلا هو وياه.
انت بس استهدي بالله يا بنتي، فوتي نامي وانا كمان نعست بدي نام. تصبحي على خير. ألز جات فواكه لعروستنا الحلوة. الله يسلم هديك. طيب للطيبين. عليم الله عليم الله، من أول يوم شفتك حبيتك من جوات 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 قلبي، ولما دريت إنه جنابه رايدك قلت يا رب يا رب تتمم على خير لحتى أفرح فيكم وتملوا علي هالبيت. والله وأنا حبيتك بالأكثر، وما بنسى المرة اللي اجيت فيها لهون وكنت كتير خايفة ومرعوبة، بس انتي اجيتي وطمنتيني وطلعتي فيني وابتسمتيلي، ما بنساها أبدا. والله والله كنت حاسة فيكي، بس الحمد لله الله نصرك ونصر الحق، وليكنا هلأ عايشين وما أحلانا. الحمد لله يا رب. عباس انا ما عرفت كيف رحت ورجعت، هلا بدك تحكي لي شو لانه انشلشت انا. اسمع شو بدي اقول لك. قول. السيره بدي احكي لك اياها لجنان وحده بوحده، لهيك فتح عقلك معي منيح وعود. احكي لي. يوم اجت البنت مع اخي عباس لعنا، بهداك الوقت كان عمرها سنتين سنتين ونص. هي نفسها اللي طلعنا سالنا عن اهلياتها بحلب. لك ايه. المهم كان في برقبة طوق غريب عجيب وماله مثيل بكل الشام. ايه كمي. ومن وقت البنت متعلقة بهذا الطوق وما بتفكه من رقبتها غير غصبا عنا. ابو العباس عطيني الزبدة الزبدة. امبارح مال الشام راحت مع خالتي ام حسان على عرس بنته لابو طالب. ابو طالب الانواتي ما غيره. ما غيره. ايه. قام شافت برقبة العروس طوق مثل الطوق اللي برقبة مال الشام. ايوه. ومن ساعة مال الشام ما شافت هالشوفة البنت جنت وصارت تلخبيط. ايه وشو يعني؟ وعلى قول خالتي ام حسان ما في بكل الشام طوقين مثل هالطوقين اللي عم نحكي عنه. والمعنى؟ معقولة تكون المستورة بنت ابو طالب؟ الله اكبر على هالسيرة. خوش خالتي شكها قلبها وعم تقول لازم يكون في لغز بقصة هالطوقين. ايوه هلا فهمت ليش اجت لعندي هيك معجوقة وبس بدي اطلع جيبك من حلب. ايه نعم. يا محمد يعني معقول تطلع بنته لابو طالب؟ لك انا اللي عم بسألك. يا سيدي عن جد هالسيرة بتحط الأعل بالكف. عرفت بقى ليش أنا كل الوقت مشلوش وضايش؟ ومثل ما قلت لي لجنان وحدي بوحدي. إيه؟ يا ميت أهلا وسهلا بخالتي أم حسان، تفضلي. بالمهلة تقبريني. امبارح ما عملت وإن شاء الله عقبال ما نفرح فيك يا حق. الله يسلمك وعقبال ما نفرح بمال الشام. آه؟ إيه إن شاء الله إن شاء الله. الوالدة موجودة؟ إيه طبعاً. تفضلي لنعدي لك إياها شرفي. يزيدك شرف يا رب. بالمهلة حبيبتي. شرفي اهلا وسهلا. مبارك ما عملتوا وعقبال عن صالحه وطالب يا حق. الله يبارك بعمرك اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. جبتي لنا معك مال الشام؟ غير مره اختي ام طالب، ان شاء الله الجايات اكثر من الرايحات. يو الله وكيلك يا ام حسان، اول ما شفتها لهالصبيه
تعبت هيك بقلبي مثل السكرة، وبناتي بيموتوا عليها. وانتو كمان اختي ام طالب، والله بتنحبوا قشة لفة وبتفوتوا على القلب بلا احم وبلا دستور. هذا من ذوقك تقبريني. صالحة عملي لنا قهوة تقبريني. من عيوني يا ماما. شو هالبنات اللي عندك يا ام طالب، ما شاء الله عليهم ويخزي العين، حلاوة وقطافة وظرافة وغير شكل. هذا من ذوقك ولطفك تقبريني. ولا مريم اللي كانت مصمودة مبارح ما شاء الله عليها مثل الأميرات. والله يا أم طالب بيلبق لكم العز والجاه. يخلي لي ياكي ما أحلى الحكيات، إن شاء الله بتسلمي لي. بيني وبيني لو أنا بدالك لجيب 20 بنت من صنف صالحة ومريم الله يسلمه. إذا من لب فرنسا كولونيل قده ودلقه طار أعلو بخلفتك يا أم طالب. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. إيه ما اختلفنا، الحمد لله على كل شيء. بس والله والله بزمتي وديني كانت مريم وصالحة أحلى بنتين بين الحاضرات كلهم بالعرس. لك دخلك شو بتاكلي لحتى بناتك بهالحلاوة كلها؟ لك إن شاء الله بتقبشيني ما أحلى الحكيات، أنا باكل زبدة وسكر. عن جد فلقتين قمر يخزي العين حولهم وحواليهم. لكن لو كنتي شفتي بنتي الله يرحمها وش السعد، شو كنتي بدك تقولي؟ يوه ليش كان عندك بنت وماتت يا أم طالب؟ لا لا ولا لا يا بلا لا شبيب الذهب والفضة. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك طراس بالذهب والفضة. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى، إلا العالي بعلا. روح يا ريحان سلم أحبابك.